بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام اهلا وسهلا اعزائي المتابعين في حلقه جديده هنتكلم فيها عن اسباب ظهور عزمه القدم وعلاجها وان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والانتساب الى القناه ده هيكون شرف لنا لانضمامكم لاسره قناتنا المتواضعه مستنين اسئلتكم واستفساراتكم ظهور عزمه القدم يعتبر القدم من الاجزاء المهمه في جسم الانسان حيث يتكون من خمسة أصابع ويعد الإبهام أكبرها وأطولها ومن الممارسات اليومية للفرد يتعرض القدم للإرهاق ويصاب الإبهام ببعض التشوهات وأهمها ظهور عزمة القدم وانحراف الأصبع إلى الداخل مما يتسبب ذلك ألماً في القدم وفي هذا الفيديو هنتعرف مع بعض على أسباب ظهور عزمة القدم وأعراض ظهورها بالإضافة إلى طرق علاجها هنتكلم عن اسباب ظهور عزمة القدم واولها العوامل الوراثيه الاصابه ببعض الامراض الروماتيزميه واهمها مرض الروماتايد ارتداء الاحذيه الضيقه وخاصه من الامام والتي تعيق الحركه الطبيعيه للقدم الاصابه بكسور القدم او الساق تؤدي الي انحراف الابهام وبالتالي بروز عظمه القدم زياده الوزن بشكل مفرط وتعرض الاعصاب والعضلات المختلفه في الجسم للاصابه ببعض الامراض هنتكلم كمان عن أعراض ظهور عظمة القدم الإصابة بألم شديد عند ارتداء الأحذية المختلفة بروز عظمة على رأس السلمية الأولى من جهة الداخل انحراف الإبهام من القدم إلى الجهة الخارجية أثار يسببها ظهور عظمة القدم إصابة عضلات وكبسولة الإبهام الخارجية بالقصر انحراف عظمتي الإبهام عن مكانهما الطبيعي تمدد كبسولة الإبهام الداخلية وانحراف عظمة الإبهام التي تقع على رأس السلمية الأولى عن مكانها تعرض عظمة السلمية الأولى إلى نمو عظمي من الداخل بالإضافة إلى تكوين كيس سنوفي على النمو لأن الكيس يكون عرضة للإحتكاك بشكل مستمر وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات وزيادة الآلام علاج ظهور عظمة القدم ارتداء الأحذية المتسعة مع مراعاة ارتداء مقوم إبهام القدم وضع كمادات باردة على مناطق التورم وتناول الأدوية المسكنة التي ينصح بها الطبيب إجراء العمليات الجراحية في حالة كانت الحالة متدهورة حيث يحدد الطبيب نوع العملية عن طريق قيام الطبيب المختص بعمل إشعة على القدم من مختلف المناطق مع العلم على الجراح مراعاة الحالة الصحية للمريض وسن ودرجة التشوه اللي بيعاني منها والتشوهات الأخرى في الساق، إلى جانب ذلك يجب عليه منح المريض تعليمات للمحافظة على القدم بعد إجراء العملية. زي عدم ارتداء احذيه ضيقه وتناول الادويه التي وصفها الطبيب وارتداء مقول اصبع لمده ثلاثه اشهر على الاقل مراجعه الطبيب بشكل منتظم للتاكد من نجاح العمليه هنتكلم كمان عن العمليات الجراحيه لعلاج ظهور عظمه القدم عمليات الاربطه والعضلات والكبسوله حيث لا تجري هذه العمليه الا قبل اكتمال نمو العظام اي في سن مبكر جدا عمليات الانسجه والعظام وتجري هذه العمليه بعد اكتمال نمو العظام عمليات المسنين التي يتم لها قفل المفصل وازاله القليل من العظم كمان هنتكلم عن علاج بروز عظمه الابهام القدم بدون جراحه عن طريق القيام ببعض التمارين الرياضيه المنزليه ويظهر الفرق خلال فتره من الزمن عند المواظبه عليها التمرين باختصار فنحن بحاجه الى شريط مطاطي يربط كلا اصبعي الابهام في القدمين ويتم شده. طريقة أخرى من الحلول النافعة لهذا الانتفاخ العظمي هو ارتداء قطعة من الجل أو السيلكون توضع بين الإبهام والإصبع الثاني في القدم بشكل يومي بالإضافة إلى لبس الأحذية المسطحة والجلدية أو الأحذية الرياضية هذه الخطوة ستمنع من تطور البروز والمؤلم وقد تعمل على اختفائه قليلا مع مرور الوقت نصيحة مهمة جدا للنساء والتي يعتبر 30% من المصابين من بروز عظمة القدم نساء بسبب ارتداء الكعب العالي، فلابد للنساء الذين أصيبوا بهذا البروز تجنب الكعب العالي وارتداء أحذية صحية مسطحة، لأن السيدات عند ارتداء الكعب العالي لا يستطيعوا تحريك الأصابع التي تؤدي وظيفة مهمة جدا للحفاظ على التوازن، لذلك تكون الأصابع مشدودة وتجنب ضغط وزن الجسم. ولمنع الالتهاب أكثر التوقف عن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر والدهون المشبعة. زي الام اس جي والكربوهيدرات المكررة لمحاربة الالتهابات يجب إضافة الأطعمة المضادة للالتهابات إلى نظامك الغذائي زي البقول والأسماك والحبوب الكاملة هنتكلم كمان عن بعض التمارين الخفيفة زي تمرين المفتاح وهو تمرين خفيف جدا وبطيء وحاول القيام به يوميا حيث لا تقضي أكثر من عشر دقائق كل مرة وهو التقاط المفتاح بأصبع الإبهام والإصبع الثاني تمرين أصابع القدم أوقف بثبات على الأرض وحاول أن ترفع أصابع قدمك فقط قد يكون هذا صعبًا في حد ذاته ولكن بمجرد إتقانه يمكنك المتابعة للخطوة التالية حافظ على أصابع قدمك مرفوعة قم بتمديد إصبع قدمك الكبير واضغطه للأسفل بينما تظل أصابع قدمك الأخرى في الهواء المهم تمديد إصبع قدمك الكبير قبل ضغطه إلى أسفل الخطوة الثالثة: ضع بعض الأشياء الصغيرة مثل أقلام الرصاص أو حصى على الأرض وحاول أن تلتقطها بإصبع قدمك، أقف بثبات ثم أرفع مشط رجلك وأنت تقف على كعبك، ثم أرفع كعبك ببطء ثم أخفضه وكررها خمس مرات على الأقل وبعد الإنتهاء أرفع كعبك أقصى ما يمكن سوف تشعر بالراحة ويمكن تكرار التمرين عند الشعور بوخز في قدمك. التدليك مهم جدا لراحة القدم ويمكنك القيام بهذه الطريقة عندما تشعر قدمك بالتعب بشكل خاص أو بشد في الإصبع فقم بدحرجة كرة تدليك خاصة أو كرة تنس عادية تحت باطن قدمك قم بالتدليك قدمك بالإبهام لأعلى والأسفل مع الضغط برفق مع عمل تدليك لإصبع الإبهام برفق وفي النهايه نرجو ان نكون ما قدمناه من نصائح لعلاج بروز عظمة القدم حاز على اعجابكم فتابعونا على القناه وعلى صفحتنا على الفيسبوك للتعرف على كل ما هو جديد في عالم الصحه والجمال والى اللقاء في فيديو جديد ومعلومه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته